بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي مع أجواء الأهلي في رمضان. ساعات، يوم بالكتير، يفصلنا عن مباراة هامة جدا بين الأهلي المصري وشقيقه، أيوة شقيقه، الهلال السوداني، شاء من شاء وأبى من أبى. وهتعرفوا ليه دلوقتي. إبراهيم، اهلا بيك يا باشمهندس، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده وامسيه رمضانيه في الاهلي في رمضان. الاهلي في رمضان كل اسبوع كل يوم بتشوفوا اسره برنامج مختلفه، وبتشوفوا كمان اطباق متنوعه. والطبق الرئيسي اللي عندنا النهارده في هذا اللقاء المهم جدا اللي المهندس عادل اشار اليه، المباراه المفصليه 9 مساء السبت ان شاء الله تعالى في استاد القاهره، الاهلي والهلال السوداني. الأهلي يحتاج للفوز بإذن الله تعالى للتأهل، والهلال السوداني بيلعب على التعادل أو إن هو يسجل هدف ويقدر يناوش. لكن تبقى المباراة مباراة كبيرة جدا بين فريقين بينهم كل هذه العلاقات التاريخية. باشمهندس أستاذ إبراهيم، الأهلي والسودان تجسيد حقيقي لمعنى الأشقاء. أيوة. طول عمرهم عبر التاريخ يجمعهم تاريخ مرتبط جدا جدا وشائج كثيرة، اندماج لم يحدث بين شعبين يمكن على وجه الأرض قبل كده. طول عمرها أجواء يعني تجمع بين الحب والمصالح المشتركة في مواجهة صعاب وتحديات مشتركة، كثيرا ما يتجاوزها الشعبين بالوحدة والتماسك. يأتي الآن بعض المغرضين للإساءة إلى هذه العلاقات، ولكن لن ينجحوا أبدا. فما يربط السودان بمصر وما يربط النادي الأهلي بأشقائه الأندية السودانية أكبر بكثير من محاولات الصغار. ده كلام مهم جدا، وده أعتقد هيكون في تفاصيل كثيرة في تفاصيل لقاء اليوم. لكن خلينا زي ما تعودنا مع الطبق الرمضاني الأول، الطبق الخفيف، الطبق الإخباري في مستهل حلقة الأهلي في رمضان، هيقدمه لنا النهاردة الزميل محمد توفيق. اتفضل يا محمد. مساء الخير استاذ ابراهيم، مساء الخير باشمهندس عادل، تحياتي لحضراتكم كل جمهور النادي الاهلي بتابعنا في كل مكان. يعني ليله رمضانيه جديده زي ما حضرتك ذكرت في البدايه هنا في الاهلي، والاهلي في رمضان، ويا رب دايما ايام النادي الاهلي كلها تكون ايام سعيده وايام بطولات باذن الله. يعني زي ما حضرتك قلت، اول وجبه النهارده معانا هو الاخبار واخبار النادي الاهلي. طبعا زي ما اتكلمتوا في البدايه، مباراه الهلال السوداني طبعا الشغل الشاغل. نبدا فقرتنا الاخباريه، ويعني طبعا بالطبع لا صوت داخل النادي الاهلي وبين جماهيره يعلو فوق صوت الاستعداد لمباراه الهلال السوداني في الجوله السادسه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. بالطبع يلتقي النادي الاهلي مع الهلال السوداني في 9 مساء بعد غد السبت باذن الله على استاد القاهره ضمن منافسات الجوله السادسه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. طبعا النادي الاهلي بيلعب ضمن المجموعه الثانيه اللي بتضم معاه كمان صن داونز الجنوب افريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني. نبدا اخبارنا واستعدادات النادي الاهلي والفريق للمباراه. مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي ويرافقه كابتن الفريق يتحدثان عن مباراة الأهلي والهلال السوداني في المؤتمر الصحفي غدا الجمعة، ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي في 4 عصرا غدا الجمعة بإذن الله على استاد القاهرة، حيث يتحدث الجهاز الفني ومكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن المباراة المرتقبة. وخلال المؤتمر الصحفي طبعا النادي الأهلي هيكون يسبقه المؤتمر الصحفي لفريق الهلال السوداني الشقيق في تمام الثالثة والنصف عصرا أيضا على استاد القاهرة. خبرنا الثاني بالطبع والاجتماع الفني للمباراه، ويعقد الاجتماع الفني لمباراه الاهلي والهلال السوداني باذن الله في 8 مساء غدا الجمعه بمقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره، طبعا بحضور مندوب الفريقين وممثلي الاتحاد الافريقي لكره القدم وطاقم التحكيم. ويحضر الاجتماع الفني من النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، وكابتن سمير عدلي المدير الاداري، وكابتن ماهر عبد العزيز اداري الفريق. ويناقش الحضور بالطبع خلال الاجتماع كافة الأمور التنسيقية الخاصة بالمباراة والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الأفريقي. يعني خلينا نتناقش معاكم في هذه الجزئية. بالطبع زي ما حضرتك اتكلمت، هو لقاء ما بين أشقاء في المقام الأول. كل الأمور التنظيمية طبعا النادي الأهلي، ويعني حضراتكم مشاهدين على التاريخ دوت، يعني يشار له بالبنان دائما خاصة في الأمور التنظيمية. وزي ما اتكلمنا كل يمكن طلبات البعثة بتاعة الهلال السوداني مجابة، يعني كلمونا أكتر ودور النادي الأهلي ودايما احتضان الأشقاء. باشمهندس وأستاذ إبراهيم. اتفضل يا باشمهندس.
الأجواء اللي تأتي فيها هذه المباراة يعني لا نتوقف أمام الأجواء المفتعلة اليائسة البائسة اللي حاول البعض إن هو يصدرها ويستدرج فيها جماهير الناديين. أقدر أتحدث عن الأهلي بثقة أنه ينظر الأمر بمفهوم المسؤول الكبير الذي يستوعب تماما حجم المسؤولية، وانعكس هذا على الترحيب الرسمي بأشقاء الهلال بعثة الهلال. ولكن هل هناك يعني ما يمكن أن تنقله إلينا من المعسكر الأحمر؟ بالطبع مكملين في اخبارنا وتساعدات الفريق، ويمكن الفريق الاول طبعا بالنادي الاهلي هيختتم استعداداته في 9 مساء غدا الجمعه على ملعب مختار التتش بالجزيره استعدادا لمباراه الهلال. ومن المقرر ان يتم فتح التدريب غدا امام وسائل الاعلام لمده 15 دقيقه وفقا للقواعد المنظمه لبطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا يعني يمكن ده على الصعيد الفني والصعيد الرسمي، كمان يمكن النادي الاهلي ولجنه المباريات لها دور كبير جدا في هذه المباراه خاصه مع الحضور الجماهيري الكبير. يمكن نشر النادي الاهلي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان طريقك اسهل لدخول مدرجات استاد القاهره. اوضح من خلال هذا الفيديو بوابات دخول الجماهير حسب فئات كل التذاكر والمدرجات ومواعيد فتح وغلق البوابات قبل مباراه الاهلي والهلال السوداني والمقرر ليها بالطبع بعد غدا السبت ان شاء الله في 9 مساء. يمكن في فيديو موضح لكل دوت نشوفه مع بعض على الشاشه. بالطبع دول اكثر من رائع قامت به لجنه المباريات بالنادي الاهلي في التسهيل على جماهير النادي الاهلي العريضه ان شاء الله هتكون موجوده. يمكن كمان استكمالا لدورها المهم تواصلت لجنه المباريات مع هيئه النقل العام بالقاهره وذلك لتخصيص اتوبيسات لخدمه جماهير النادي الاهلي من يعني المدينة العامه في محافظه القاهره وكمان في المواقف الكبرى للقادمين من المحافظات. يمكن ادت الهيئه موافقتها في هذا التعاون كامل مع جماهير النادي الاهلي ومع النادي الاهلي لنقل جماهيره الى استاد القاهره طبعا استعدادا لمباراه الاهلي والهلال السوداني. كمان استكمالا للخبر دوت اعلنت هيئه النقل العام عن خطوط الاتوبيسات التابعه لها وذلك لطرحها لنقل جماهير النادي الاهلي الى استاد القاهره الدولي وذلك باذن الله بعد غد السبت. وخصصت هيئه النقل العام 50 اتوبيس لنقل جماهير النادي الاهلي الى ملعب المباراه، حيث جاءت خطوط او خطه الهيئه على النحو التالي: 10 اتوبيسات هتبقى بدايه خط سيرها من ميدان عبد المنعم رياض مرورا بمناطق رمسيس العباسيه وصولا الى استاد القاهره، 5 اتوبيسات من يعني منطقه العباسيه مرورا بصلاح سالم يوسف عباس وصولا الى استاد القاهره، 5 اتوبيسات من منطقه حدائق القبه مرورا بكوبري الفنجري وصولا الى استاد القاهره، 5 اتوبيسات من منطقه دوران شبرا مرورا بمناطق الخلفاوي منشيه الجمل حدائق القبه كوبري الفنجري وصولا الى استاد القاهره، و5 اتوبيسات من ميدان الجيزه مرورا بمناطق جامعه القاهره القصر العيني سيده عائشه الاوتوستراد جامعه الازهر وصولا الى استاد القاهره. بالاضافه ل5 اتوبيسات هيطلعوا من منطقه السيده عائشه مرورا بطريق الاوتوستراد نادي السكه الحديد وصولا الى استاد القاهره، و5 اتوبيسات من منطقه النزهه الجديده مرورا بمناطق الحجاز شارع النزهه منطقه السبع عمارات ميدان الساعه طريق النصر وصولا الى استاد القاهره. بالاضافه ل5 اتوبيسات من منطقه الاميريه مرورا بمناطق سرايا القبه روكسي كليه بنات عين شمس خضر التوني شارع يوسف عباس وصولا الى استاد القاهره، وفي النهايه 5 اتوبيسات من منطقه شبرا الخيمه مرورا بمناطق مسترد مطريه التجنيد روكسي خليفه المامون كوبري الفنجري وصولا الى استاد القاهره. كان مجهود اكثر من رائع عملته لجنه المباريات في التواصل مع جميع الجهات المعنيه وجميع الجهات الامنيه والوطنيه ابتداء من وزاره الداخليه الشركه الافريقيه للامن وكمان شركه تذكرتي وشركه السيدات الوطنيه مرورا طبعا بهيئه النقل العام. بنوجه كل التحيه لكل مؤسسات الدوله اللي دائما ما تقف بجانب الانديه المصريه وطبعا على راسها النادي الاهلي ودور الوطني المعروف والمشهود. نروح بقى من اخبار النادي الاهلي الى اخبار مسابقات الاتحاد الافريقي. اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف اليوم عن موعد وتوقيت مباريات كاس الامم الافريقيه 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار بمشاركه 24 دوله افريقيه خلال فتره من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024، حيث ستجرى المباراه الافتتاحيه يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 على ملعب الحسن وطاره في ابيمبي بمدينه ابيدجان، بينما ستختتم المنافسات بصفه رسميه يوم 11 فبراير 2024 حيث ستستمر لمده 4 اسابيع بين افضل 24 دوله افريقيه.
تعتبر هذه النسخه ال 34 بالطبع من المنافسه القاريه هي الثانيه التي ستجرى في كوت ديفوار بعد المره الاولى التي اقيمت عام 1984. وفي هذا الوقت فازت الكاميرون بالمنافسات، ويمكن استنادا للتغييرات الاوليه بتشهدها الاتحاد الافريقي في هذه الفتره، عدد كبير جدا من المشاهدين هيكون يعني بامكانهم تسجيل الحضور سواء في الملعب وعلى ملاعب البطوله بشكل عام، وكمان في اهتمام غير مسبوق من طرف اصحاب حقوق البث الاعلامي على المستوى العالمي. ان شاء الله تكون بطوله كبيره، وان شاء الله يكلل منتخب مصر بالفوز بهذه البطوله، طبعا بعد غياب يمكن اخر بطوله توجنا بها كان 2010. ان شاء الله كل التوفيق للنادي لمنتخب مصر، وكل التوفيق كمان للاتحاد الافريقي بتنظيم بطوله كبيره تليق باسم الدول الافريقيه. كمان خبر ثاني من الاتحاد الافريقي، اكد الامين العام للاتحاد الافريقي لكره القدم فيرون موسونجو ان القرعه الرسميه لكاس افريقيا 2023 ولسه تجرى بكوت ديفوار ستكون في خلال شهر سبتمبر القادم، سيتم تاكيد التاريخ والمكان في وقت لاحق. يمكن ست دول ضمنت بالفعل التاهل لكاس الامم الافريقيه هي الجزائر، المغرب، جنوب افريقيا، بوركينا فاسو، تونس، والسنغال. وان شاء الله يمكن منتخبنا بشكل كبير جدا باذن الله يكون قريب من التاهل، وباذن الله يكون موجود على راس المنتخبات المشاركه. استكمالا بقى لاخبار الاتحاد الافريقي والمسابقات، اعلنت الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم ان قرعه الدور ربع نهائي لمنافستي دور ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه الافريقيه 2022-2023 ستجرى يوم الاربعاء المقبل 5 ابريل 2023 في القاهره. يمكن المراسم هتبدا منذ الساعه 8:30 مساء بتوقيت القاهره، وسيتم بث عمليه سحب القرعه مباشره على منصات الاتحاد الافريقي لكره القدم وكمان على القنوات التلفزيونيه الشريكه للكاف. طبعا في انديه كثيره جدا ضمنت تاهلها للدور التالي، يمكن دور ابطال افريقيا اللي ضمن تاهله بالفعل شباب بوليسداد الجزائر، الترجي من تونس، شبيبه القبائل من الجزائر، ماميلودي سان داونز طبعا اللي معانا في المجموعه من جنوب افريقيا، والرجاء البيضاوي من المغرب، سيمبا من تنزانيا، والوداد البيضاوي المغربي. وباذن الله رب العالمين يكون الفريق الثامن المتاهل هو النادي الاهلي طبعا بعد مباراه الهلال السوداني. كمان يمكن نلقي الضوء على الانديه المتاهله لربع النهائي من كاس الكونفدراليه الافريقيه، ريفرز يونايتد من نيجيريا، نادي الجيش الملكي المغربي، المنستير من تونس، اسك موموزا من كوت ديفوار، مارمو جلانتس من جنوب افريقيا، يانج افريكانز من تنزانيا، واحد فريقي بيراميدز او فيوتشر من مصر، واحد يعني واحد من ثلاث فرق هي الاخضر الليبي او سانت لوبولو من الكونغو الديمقراطيه او اتحاد الجزائر. يمكن دي كانت اخبار الاتحاد الافريقي او الكاف، ومن الكاف لاتحاد الكره المصري. يمكن قامت لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم برئاسه البرتغالي فيتوريا بيريرا بتحديث قاعده بيانات الحكام لجميع الدرجات والمناطق. يمكن استقبلت لجنه الحكام اكثر من 2000 طلب تسجيل من الحكام من مختلف المناطق في مصر عقب فتح باب التسجيل لتحديث البيانات. نتمنى ان شاء الله التحكيم يكون فيه طفره الفتره الجايه علشان يليق باسم الكره المصريه وزياده المنافسات وعدلتها. باشمهندس عادلي استاذ ابراهيم، دي كانت جولتنا الاخباريه النهارده، نتمنى ان احنا نكون قدمنا واضفنا. لا قدمت الحقيقه وجوله حافله، بنشكرك عليها يعني. شكرا جزيلا يا محمد. الشكر طبعا بالطبع لحضراتكم، كنت فخور ان كنت موجود معاكم النهارده، ونتمنى ان شاء الله توفيق النادي الاهلي وباذن الله التاهل للدور الثاني. شكرا شكرا جزيلا. باشمهندس وحشنا تسيير اتوبيسات النقل العام وخدمه النقل العام للاستاد، يعني 50,000 متفرج احتاجت شبكه اتوبيسات وتخصيص هيئه النقل العام لهذا العدد، 50,000 متفرج جديده. 50,000 متفرج كان رغبه بدت وكانها حلم صعب المنال، ولكن يعني تعاون كل الجهات المسؤوله ادى الى ان اصبح هذا الحلم حقيقه. عشان نحافظ عليها وتستمر، مش هقول التجربه، هي ده الوضع الطبيعي يعني، علينا مسؤوليه كلنا كبيره. اعتقد انا مبسوط جدا من فكره لجنه المباريات، فكره عمليه ورائعه بتدل على احترام النادي الاهلي لجماهيره. صحيح. وانه بياخذ بكل الاسباب، لجنه رفيعه المستوى معظم اعضائها من مجلس الاداره، كلهم عندهم من القدر، يعني معاهم بعض الاجهزه التنفيذيه، لكن اللي يعنيني انهم كلهم عندهم قدر من المرونه وسهوله الاتصالات باي جهه عشان يقدروا يوصلوا للحلول اللي احنا شايفينها على ارض الواقع. الجهات المعنيه كلها، وزاره النقل، مؤكد الامن، المحافظه،
كل الجهات استاد القاهره طبعا كلهم عملوا اللي عليهم، الاتحاد الكوره والرابطه، يبقى ان احنا نخرج بهذا اليوم بالشكل اللي نتوقعه الجميل اللي يسمح باستمرار الموضوع حتى تعود الكره الى رونقها وتستعيد الكره عافيتها، لان بدون جمهور احنا يعني زي الافلام الصامته. ده كلام مهم جدا واعتقد محتاجه شغل كتير جدا. ايه اللي ممكن يحصل يوم السبت في استاد القاهره على المستوى التنظيمي، على المستوى الفني، على المستوى حتى كل ما يتعلق بالمباراه؟ فيها تفاصيل كتيره وفيها توقعات كتيره جدا مهمه، عشان كده اخترنا لكم لامسيه اليوم اتنين من كبار الضيوف المعنيين في قلب الحدث، الكاتب الصحفي الموسوعي الاهلاوي الكبير الاستاذ حامد عز الدين، والمصري السوداني المشطور حامل القلب المصري والدم السوداني الكابتن أرن شطة، نجم الأهلي ومدير أكاديميات الأهلي لكرة القدم، والنجم المصري السوداني الكبير كابتن شطة والأستاذ حامد عز الدين معانا، وكلام كتير بعد الفاصل. رجعنا لكم معانا ضيفينا الكبيرين ولا الكبيران؟ هي كده صح؟ صح. انا اصل قاعد دلوقتي بين قوسين لغه عربيه. الضيف الاولاني وقيمه وقامه واستاذ ومعلم في مجاله بكل المقاييس، راجل في الاعلام حدث ولا حرج، سواء في رصانه الكلمه والالقاء او في طريقه التعامل مع الاعلام كمهنه وكصناعه. ضيفي الكبير وضيفنا العظيم النهارده الاستاذ حامد عز الدين، اهلا بيك. اهلا بيك يا ايقونه. الله يخليك. الاخر واحد حيرنا، هو ابراهيم قدمه تقديمه جميله قوي، قال لك الدم السوداني والقلب المصري الاهلاوي، اصطدته فعلا حرفيا من محل عصير قصب، ودي قصه مش هحكيها لكم غير بعد ما نكشه واقول له ايه اللي حدفك على مصر واشمعنى مصر واشمعنى النادي الاهلي يا كابتن شطه في بدايه السبعينات. اهلا بيك والله. اهلا بيك. احكيها لك ولا احكي انت؟ ما انت لا لا، الاول احكي لي ايه انت وانت في السودان، ايه اللي جابك مصر، وبعدين ايه اللي واجهك للنادي الاهلي، ومين اللي اثر فيك، ومين اللي كان اشار عليك بهذا الامر؟ المفاجاه بقى اللي هقولها لك دي غريبه جدا، انه نادي الهلال السوداني كان في امين زكي، وكان في سورين اسكندريان اخو كوركين اسكندريان، صحفيين كبار من ايام الاربعينات والخمسينات، هم اللي جابوني هنا من نادي التحرير السوداني. يعني شوف اللي جابني هنا نادي الهلال. وجابوني هنا، وكان وقتها عبد الرحيم الشناوي اخو كامل الشناوي، مامون الشناوي، حارس مرمى الترسانه لو فاكره. ايوه الشناوي. سورين اسكندريان جه معايا، وعبد الرحيم الشناوي استقبلني في المطار مع عبده البقال. يعني القصه دي انا بقولها ليه؟ عشان الهجوم اللي عليا في السودان من ان انا ليه ما بشجعش الهلال وشجع الاهلي، هذا موضوع طبعا يجب ان اطرحه. يعني هديك الفرصه تقول الكلام ده لانه مهم جدا، ولكن اذا اللي رشحك اللاعب الكبير امين زكي. امين زكي اللي هو واحد من اعظم مدافعي الوسط في افريقيا، ولاعب النادي الاهلي، ولعب للنادي الاهلي في اوائل السبعينات مع كابتن حسن حمدي. انا ليه بقول لك امين زكي؟ هحكي لك القصه، عايزين تعرفوها بسرعه كده. احنا واقفين في الملعب بنحضر التمرين، وجاء امين زكي هذا اللاعب العظيم المخضرم، وكان قبليه سليمان فارس برضو، واحد من اعظم من انجبت الكره الافريقيه. ابراهيم كبير هو، وجه بعديهم ابراهيم كبير، لا واسامه يوسف، لا طبعا اسامه انما اسامه جاب لنا كاس مصر في انما لقيته امين زكي بعد ما رحبنا بيه، فبص على التمرين كده قال له فين جرن الشط كمال بيه؟ قال له مين قرن الشط؟ قال له انا بعت لك لعيب من السودان ده والله حي. قال له ايه ده يا فلان يا فلان ايه؟ قال له قال هو جه اختبر وبعدين يعني ما اختفى، ودكوتي ما 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 ما, ما لفتش نظره قوي يعني. قال له ازاي يا راجل، ده احنا مسمينه قرن الشط، ده هذا لاعب يبنى عليه الخطط التكتيكيه. طب يا عبده ما انت فين؟ اني واحد يعرف انه يكون خد تليفونه او هو ساكن فين يا استاذ حامد؟ ابدا. انا بقى من الوصف كده قال لي قصير كده وشعره كبير لكن جمباز، لعيب جمباز وكروباته
فانا رايح، الله يرحمه، بكتب الاستاذ محمد شتا في القصر العيني تحتيه محل عصير قصر، وانا داخل لقيت واحد بنفس المواصفه وبيتكلم، اقول له مش عارف ايه عصير واحد عصير، قلت له تعالى انت شطه جارني الشطه، قال لي اه هتعرفني زي ما بقول لك كده، قلت له يا راجل ده الدنيا مقلوبه عليك انت فين؟ في النادي الاهلي، قال لي لا يا اخي ما انا كنت في النادي، قلت له لا اطلع من محل العصير على النادي الاهلي دلوقتي، وبدا مشواره مع النادي الاهلي، وبصدفه ويعني كان سببها ايضا امين زكي اللي اصر، قال له يا كمال بيه ما حدش يفرط في لعيب زي ده، وفعلا هيدوكوتي دخل التكتيك الدفاعي بتاع خط الوسط وعمل هذا الدور اللي استلمه منه مجدي عبد الغني، وتوالت الامور بعد كده في الهاف المدافع المهاجم. فشطه مرحب بيك وعلاقتك بالنادي الاهلي هنقعد نحكيها، بس الاول بعد ما ادي زميلي بقى فرصه انه يتحاور مع القامات اللي موجوده معانا النهارده. طيب كابتن شطه، يعني انت القلب المصري السوداني، استاذ حامد عز الدين الرؤيه الاهلاويه العميقه، وشطه وشطه ايه اللي خلاك فعلا الاسبوع اللي فات تفاجئنا في المجله بمقاله وقرن شطه؟ احكيها لنا. هو نفسه كان مستغرب. فانا قلت له انا بفكر من الذي يمكن ان نستدعيه للنجده في ظل الاجواء التي تسخن يوما بعد يوم، فلم اجد الا شطه. فتذكرت تلك السيده التي كانت يعني تتعرض لمشاكل فقالت ومعتصماه، اذا فالعنوان هو و قرن شطاه. فقرن شطاه انا وجدت انه همزه الوصل المكلف طيبة. المكلف حاليا بان يعني يضع كل النقاط فوق كل الحروف فيما يتعلق اولا بالعلاقه اللي هي دي الاساس اللي احنا بنتكلم فيه، العلاقه القويه جدا بين الشعبين المصري والسوداني، التي أرى أنه لا شيء يمكن أن يؤثر فيها سلبا على وجه الإطلاق، فما بالنا لو كانت مجرد مباراة كرة قدم، هي فيها منافسة، لكنها في النهاية هي منافسة رياضية، وكلمة رياضية يعني أخلاقية، وإن كانت قد حدثت في استاد الجوهرة بعض الأمور اللي أثرت زعل، لا 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 مش هنخليها غضب، تسبقها وتلحقها، الأمور دي اللي حدث في استاد الجوهرة مفتعل وسببه هذا التوتر غير مفهوم اللي هنفهمه، بس مش ضروري قبل هذه المباراة، لكن نعدكم ان احنا نبحث في هذه الجذور عشان كل واحد بقى الحقيقة يشيل شيلته، واي مسؤول غير مسؤول تسبب في هذا الأمر يجب ان احنا نتنبه اليه ونحذر منه يا استاذ عامد. لكن انت فكرتني بحاجه في العلاقه بين الهلال والنادي الاهلي، ان انا كنت في النادي الاهلي يمكن من 20 سنه تقريبا او اكتر، وفي اوضه مدير عام النادي، ولقيت بعثه من الهلال السوداني برئيس الاتحاد، انا اسف ان الاسماء، كان اسمه صلاح حاجه يعني صالح ادريس، ايوه يعني له مني كل الاحترام والتقدير، هي الذاكره بس، وابتدى يتكلم انه عايزنا نرشح له مدرب مصري من النادي الاهلي، وانا اتذكر ان انا رشحت له الكابتن مصطفى يونس، وجاء الكابتن مصطفى يونس كلمته له وفعلا راح وكسب الدوري مع نادي الهلال هناك. فالعلاقه والثقة اللي مرة واحدة بلا مناسبة فيها بعض التوتر بفعل فاعل قلة، إنما يعني مش هنتوقف أمامها لأن عايزين نتكلم كورة ونتكلم يعني أنت قلت أهو يا كابتن شطة إن اللي جابك بناء على توصيات من إعلامي كبير في السودان ولاعب فاز أمين زكي لعب للنادي الأهلي وقال لك أطمئن عليك في النادي الأهلي وجئت إلى تدرس فوقعت في غرام مصر وهو النادي الاهلي. واصبحت الحقيقه موجود معانا
ولا نتذكر أنت مصري أو سوداني، وأنت لا تتذكر أين أنت إلا أنك في بلدك هنا وبلدك هناك. يعني أنت شايف أن دي سحابة هتعبر ولا عايزة معالجة حقيقية من ناس مسؤولة؟ والله هي سحابة، لأنها كرة القدم بتنتهي بعد نهاية المباراة، وبعد كده الأمور يعني بتعود إلى أجواءها الطبيعية مع الوقت. الحقيقة يعني أنا متفائل جدا ان المباراه هتكون في الملعب، والمشكله الكبيره اللي موجوده خارج الملعب والجماهير التعصب ده نتيجه طبعا انفعالات موجوده، ونتيجه برضو شحن موجود ليس له مبرر، لكن في مبررات موجوده يعني ان شاء الله برضو مع الوقت هنقدر نعرف سببها ايه، لانه برضو الاستاذ حامد عز الدين قال لي في بعض الحاجات اللي هي يعني ما كنتش اتوقعها. انتوا كنتوا قاعدين ترغوا مع بعض برضه. كلمنا وعرفنا بعض الخيوط اللي موجوده في الموضوع ده، لكن كلها حاجات بتتم عن طريق بعض الاشخاص. مفتعله بعض الاشخاص القلائل يعني، والاشخاص القلائل دول هكذا تبدا الامور، امور الفتنه دائما، وهتجد وراها ومعظمها نفس الاشخاص. يخش عليهم حد جديد، يستدرك حد جديد، لكن الخيوط الرئيسيه اللي بوظ بين الاهلي وبعض المحافظات دلوقتي بيحاول يسمم العلاقات بينه وبين اشقائه في افريقيا وبعض الدول العربيه. يعني انا بقول انه المباراه دي ان شاء الله مهما كانت النتيجه، لكن في اولا واخيرا المباراه هتخلص كما خلصت مئات المباريات قبل كده، والنادي الاهلي يعني طبعا هيبذل اقصى مجهود، ونادي الهلال هيبذل اقصى مجهود، ودي هي كره القدم لانها هي فير بلاي. ومن خلال هذا الموضوع انا حقيقه الاستاذ حامد تطرقنا لموضوع كيفيه انه نخلق للمباراه دي جو اسري، لانه السودانيين عايشين داخل مصر، مصرينا عايشين باكلين شاربين داخل مصر مع بعض، في مصريين هناك عايشين، وفي مصريين عايشين، والدنيا يعني لا تحتمل انه يكون في اي اشتعال او احتقار. صحيح. لكن انا حقيقه من هذه المنصه والبرنامج بتاع حقيقه بتاع حضرتك يا كابتن عدلي واستاذ ابراهيم، انه بندعو الى ان يكون هناك نوع من يعني الهدوء الشديد جدا، خصوصا يعني الجماهير الان الاستاد اتفتح ل 50,000، وممكن يكون في اكثر من 5,000 أو 10,000 سوداني يكونوا موجودين طبقا للاتحاد الافريقي طلب انه يدوا الحقيقه الجماهير. هو 2500 تذكره، 2500 تذكره، لكن ربما يكون بعضهم خد برضه تذاكر. طب هنشوف ده بالتاكيد، لكن هنروح لملعب التتش والزميل فاروق صلاح عشان يطمنا على التمرين المكتمله لفريق النادي الاهلي النهارده بعد وصول الدوليين. فاروق مساء الخير عليك، اتفضل. برحب بيك طبعا يا استاذ ابراهيم، وبرحب بالبشمهندس عادل اللاقعي، وبرحب باستاذنا الكبير الاستاذ حامد عز الدين، والقيمه والقامه وكابتننا الكبير طبعا الكابتن شطه، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. التمرين النهارده ايه الاخبار اللي فيها فاروق؟ يعني خلينا اطمنك يا استاذ ابراهيم، يعني في هذه الاثناء تدريب النادي الاهلي بيجرى على ملعب مختار التتش. الحاله اللي احنا شايفين عليها اللاعب النادي الاهلي، الجميع بينتظر طبعا يوم السبت القادم ومواجهه الهلال، حاله الشغف والنشوه اللي موجوده عند كل فرد داخل فرع النادي الاهلي هنا في الجزيره قبل ما تدخل لملعب مختار التتش. يعني الجماهير او اعضاء النادي الاهلي الجميع بيتلهف بينتظر هذه المباراه كانك بتستقبل هلال العيد. يعني برضو خلينا ناكد برضو على كلام كابتننا الكبير الكابتن شطه على عمق العلاقه اللي طبعا ما بين مصر والسودان، ويعني ده الامر 90 دقيقه بتنتهي، ولكن اللي بيبقى طبعا اواصر العلاقه الممتده طبعا الى على مدار السنين. لكن خلينا نتكلم بالتحديد على يعني مستطيل الاخضر في ملعب مختار التتش. النهارده طبعا بيكتمل صفوف فنلندا الاهلي في التدريب طبعا مجموعه اللاعبين اللي كانوا بيشاركوا مع المنتخب المصري المنتخب الاول. النهارده بينضم طبعا محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وحمدي فتحي، كل اللعيبه طبعا اللي كانت موجوده مع منتخب مصر في مواجهه ملاوي الاخيره. ايضا النهارده بينضم للتدريب لاول مره طبعا علي معلول بعد عودته ومشاركته مع منتخب تونس. اليو ديانج اللي كان يعني اكتفى بالجانب الاستشفائي بالامس واليوم بيشارك في التدريبات الجماعيه، يتبقى فقط بيرسي تاو طبعا اللي كان وصوله بالامس، ولكن يعني طبقا للبرنامج الطبي الموضوع من الدكتور احمد ابو عابله او التاهيلي، النهارده بيرسي تاو شارك في جزء من يعني الجانب الاستشفائي واكتفى بالجري حوالين الملعب، لكن غدا باذن الله هيكون موجود في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي.
بطمنك ايضا على حسين الشحات اللي النهارده بيشارك في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي طبعا بعد حاله الوفاه اللي يعني اللي بنتقدم بخالص العزاء لحسين الشحات في وفاه يعني والده طبعا النهارده بيشارك لاول مره لكن يعني حاله التاثر والحزن اللي شفناها على حسين الشحات لكن دور لاعبي النادي الاهلي اللي التفوا حوالين حسين النهارده واستقبلوه ورفعوا من روحه المعنويه واصبح واحد من العناصر المهمه جدا طبعا اللي موجوده معنا في هذه المباراه. عايز اطمنك ايضا يا استاذ ابراهيم على محمود متولي النهارده بيشارك في جزء اخير من البرنامج التاهيلي وباكد لك جاهزيه طبعا محمود متولي للمشاركه في المباريات مع النادي الاهلي عقب مباراه الهلال السوداني. تقدر تقول النادي الاهلي باذن الله مكتمل الصفوف في مواجهه الهلال السوداني اللي احنا لامسينه قبل انطلاق المران حاله من الحماس الشديد جدا عند اللاعبين الجميع بيتلهف لهذه المباراه. طبعا مستر مارسيل كولر كان عقد محاضره مع اللاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران اتكلم فيها طبعا على أهمية المباراة وانها مباراة من اهم واضحة تمام الصورة واضحة تمام واحنا بنشكرك على هذه الإيضاحات المهمة جدا في التطمين الجماهير على اكتمال الصفوف بعودة الدوليين ووصول المحترفين في الخارج. شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح من ملعب الأهلي. اعتقد الاجواء كلها مطمئنة تماما لكن كابتن شطة كان بيشير الى الأهمية بتاعت المباراة. استاذ حامد النقطة المهمة جدا لأول مرة تقريبا من أكثر من 10 سنين الجهات الأمنية توافق على 50,000 في الاستاد. الأهلي بيرجع يلعب لاستاد القاهرة يرجع يلعب قدام تقريبا ساعة كاملة. كنت لسه بقول للمهندس عادلي وحشنا أخبار حركة النقل العام في نقل الجمهور. أيوه يعني احنا بنتكلم على فين خدمة الاستاد؟ لا الحقيقة أنا متابع طبعا الموضوع لحظة بلحظة وفي تفاصيل كاملة لكيف سيقوم النقل يعني هيئة النقل العام القاهرة بترتيب هذه الأمور. واضح أنه الأمور هتبقى سهلة جدا ويسيرة. أيوة فعلا هي دي خدمات النقل العام بتفاصيلها وإن شاء الله تدخل الجماهير لأنه طبعا دي هتبقى سهرة رمضانية مباركة بإذن الله. هو بس أنا عايزك تلمس نقطتين. ماذا يعني أو تعني هذه الموافقة اللي كلنا الحقيقة كنا نتمناها لكن برضو فيها عنصر مفاجأة أنها تقبل وما هو المطلوب للحفاظ عليها؟ هو الحقيقة أنا أزعم أنني كنت صاحب مبادرة الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وانه يعني الاستاد كان فيه 67,000 في مناسبة قبل كده احنا كان فيه 100,000 في بطولة افريقيا وهكذا. فطلبت وكنت متواضعا في طلبي انه السماح 25,000. بعدها خاطب النادي الاهلي وزاره الداخليه رسميا فكان الرد الذي اثلج صدري كمصري وكاهلاوي. كمصري اولا لانه انا ارى انه مصر بخير الامن والامان في مصر. يعني تقدر مش بس تامن 50,000 لا تقدر تامن 500,000 واكثر. يعني انت مأمن مصر كلها. مصر الكبيرة دي مؤمنة الحمد لله وأهلها يستمتعون بأمن وأمان كامل. إذن هي رسالة. نعم هي دي الرسالة وأنا لا أرى سبب يدعونا إلى أنه ما نفتحش الاستاد في جميع المباريات ويبقى هذا المشهد العظيم خصوصا أنه في دول فيها حروب والملعب فيها بيبقى كامل. في سوريا في العراق عندما استضافت كاس الخليج وكان مشهد عظيم جدا لعودة الحياة في عراق الحضارة يعني الحقيقة. وفي كل مكان يعني انا قصدي واحنا عندنا اعتقد هي ايضا ثقة ورهاب على طبيعة المواطن المصري والمشجع المصري وتحمله للمسؤوليه. طبعا وانا ثقتي يعني اكبر من الخيال في
فهم الجماهير الكرة المصرية بصفة عامة وجماهير الكرة الأهلوية على وجه الخصوص لقيمة العودة مرة أخرى إلى مدرجات استاد القاهرة، لأنه الأهلي لعب لسنوات بدون سلاحه الرئيسي وهو الدعم الجماهيري الذي يستحقه. ولأن الأهلي مدرك تماما قيمة هذا السلاح الرئيسي وقيمة أهمية وجود اللاعب المهم في ظهره في مباراة السبت إن شاء الله، إدارة الإعلام في النادي برئاسة الزميل جمال جبر أعدت هذا التقرير لرمز النادي الأهلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب مخاطبا جماهير الأهلي في هذه اللحظات. فرصتنا في إيدينا، أعتقد كلمة مهمة جدا لجماهير النادي الأهلي اللي النادي الأهلي محتاجها الفترة الجاية لأهمية هذه المباراة. أنا الحقيقة المقال الأخير الذي صدر اليوم أنا بقول فيه إنه في النهاية وحدة وادي النيل بالنسبة للجميع أهم، لأنها بتتعلق بمستقبل شعوب. لكني أقول إن المباراة هي في الآخر مباراة في كرة القدم. أي مباراة في كرة القدم ليها نتيجة من ثلاثة، أيا ما كانت النتيجة ستبقى المحبة بين الشعبين المصري والسوداني وبين جماهير الأهلي وجماهير الهلال أيا ما كان الذين يحاولون الدس والوقيعة ويقدمون الأموال لإرضاء هذا أو إرضاء ذاك، ستبقى العلاقة قوية جدا لأنها علاقة بين القلوب. وأنا أتحدث عن شعب أعرفه جيدا، كنت بكلم الكابتن جرن شطة عن معرفتي بالسودان، وده أيضا ذكرته في المقال اليوم، إنه أنا تعرفت على السودان من خلال مجموعة من الصحفيين الكبار عندما كنت مديرا لتحرير جريدة الشرق القطرية، وذلك كانت في نهاية يعني سنة 88-89. كان معي رئيس الديسك الخارجي كان اسمه الأستاذ صديق محيسي وليس محيسن كما ظن الكابتن جرن شطة، وكان الأستاذ حسن أبو عرفات وده كان رئيس القسم الاقتصادي، وكان الأستاذ يحيى العوض وده كان رئيس قسم الدراسات. مجموعة من المثقفين الكبار عايشتهم لسنوات ثلاث، ووجدت مثقفين جدا محبين لمصر جدا جدا. الشعور ده تأكد فيما بعد عندما تعاملت مع مزيد من الإخوة السودانيين، سواء عندما كنت في جريدة السياسة الكويتية أو الذين كانوا مسؤولين عن جرائد حتى منافسة وإحنا في قطر، إلى أن أصبحت مسؤولا عن مشروع استثمار زراعي صناعي في النيل الأبيض، في ولاية النيل الأبيض في السودان، وتعاملت مع كافة المستويات بما فيها رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك الذي أظن أنه في طريق العودة، تعاملت مع كل الناس وشعرت بالحب الشديد والألفة وعدم التكلف في التعامل مع مهمة دي المصريين بالفطرة كده بالطبيعة، هي كده يعني هم لا يجدون فارقا. ولقيت ده نفسي وانا بمشي في المعادي فاشوف السودانيين بملابسهم الفضفاضه البيضاء والعمه بتاعتهم ماشيين في الشارع، محدش ايه بيعتقد ان ده شيء عجيب، لان هم خدوا على ده ان ده مكانهم وهم في الحي العاشر في مدينه نصر. هؤلاء يعني ولاد مصر، احنا ما عندناش مفيش تاشيره دخول للسودانيين، وانا كنت بدخل السودان بدون تأشير الدخول لانه مصر والسودان حته واحد، مصر والسودان حته واحد، هذه حقيقه. البعض يحاول ان يدس ويحط شويه دبابيس في السكه. تفتكر ان ده جزء
له علاقة بما هو خارج نطاق كرة القدم والرياضة؟ يعني هذا جزء قد يعني ينحى بمناحي أخرى. هي مسائل شخصانية لدى البعض من هؤلاء المرضى النفسيين الذين ليسوا مصريين ولا سودانيين. الجحيم هو الآخرون. إذن يا جرن خلاص خلينا شطه بقى بلا يعني ما هو عمال يقول لنا جرن 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 عشان بيقول بالسوداني بس ده هو لما امين زكي بيقول لك يا بلد انت ما خدتش بالك ان اسمه جرن الشطه لان الفلفل في الملعب كان لطيف يقول لك شطه نزل الماتش حمي لو فاكر. انا عايز بس اتفضل انا بس كنت عايز اقول حاجه بسيطه. انا طبعا يعني في هجوم عليا في الـ في الـ في الـ في السودان في السودان في الميديا بالذات في السوشيال ميديا من البعض. يعني انا بقول يعني عشان ازاي تشجع الاهلي يعني حاجه غريبه جدا. انا جيت 73 والنهارده 2013 بقى لي 50 سنه لعبت للنادي الاهلي 2023 احنا 2023 مش 2013 2023 لعبت للنادي الاهلي 10 سنين دربت في النادي الاهلي 20 سنه وقعدت في النادي الاهلي في الاداره الهندسيه لما انت كنت موجود مدير عام نادي مع هشام سعيد الباشمهندس هشام سعيد. فانا في النادي الاهلي 50 سنه ما تركتوش لحد هذه اللحظه. بص ابداعاتك بقى لما انا اجي اشجع الاهلي أيوه. ما تبقاش بقى يعني دي حاجه يعني غريبه يقول لك انت كده يا سيدي ده 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 في المصري ده جول في المصري ده خطفتها من قدام مصطفى عبده مصطفى عبده جايز نفسه عشان يشوط بص. فطبعا الحقيقه انا بقول يا كابتن عدلي ان انا يعني الاهلي ولا لعب مثلا مع كانون ياوندي هشجع الهلال قصدي الهلال ولعب مع كانون ياوندي هشجع الهلال المريخ الهلال ضد اي حد غير الاهلي هتشجعه والمريخ برضه كمان هشجعه انت هتشجع الاهلي ضد ولادك لكن منتخب السودان بشجعه حتى لو ضد المنتخب المصري او السوداني او الليبي ليه لانه انا بنتمي للسودان كمنتخب طبعا. لكن كانديه يا جماعه زي ما المريخاب بيشجعوا المريخ والهلال بيشجعوا الهلال والاهلي بيشجع الاهلي فأتمنى يعني تنحسر هذه الهجمة الغير مبررة إن أنا راجل ما بنتميش للسودان. لا ده انتماء كلابس أندية مش منتخبات. فبالتالي يعني أتمنى يعني مهم إنك وضحت دي لكن الأكثر منها يعني أنا عايز أتوقف إن أنت وأنت عايش في مصر أنت بقيت شايف نفسك إنك عايش يعني وكأنك تعيش في حي من أحياء الخرطوم يعني بالزبط. يعني أنت ما فيش اي غرابه انك تندمج مع الشعب المصري حبوك وحبتهم وارتبطت بيهم ثقافيا وحتى في البيزنس والمصالح واسرتك عايشه هنا على طول فمنطق انك انت ترتبط بالنادي الاهلي يعني يا جماعه يعني انا بقول انه انا حقيقه النادي الاهلي ده ما تركتوش يوم واحد انا جاي من النادي الاهلي على هنا على طول يعني أيوه. الله يرحمه السر جدور السير جدورة بنفتقده في اللحظة دي والله أنا جيت أنا وشطة في طيارة واحدة سنة 73 كان ماسك ركن السودان من القاهرة لو تفتكر السير جدور ده مثلا كان أهلاوي إيه فظيع ما شاء الله عليه وكان رمانة ميزان يعرف يهدي الأجواء اللي من نوع ده يعني هو لو كان موجود أنا ما كنتش قلت واشطة كنت هقول وا قد دورا طبعا زميلك كان نفسه في المجال لا بس السر جدور عليه رحمة الله يعني الله يرحمه وحسين كان بيمتعنا بكتاباته لا وكان كمان صحفي قدير وكان راجل شاعر وكان راجل الحقيقة بيعمل برنامج في السودان عن الأغاني السودانية القديمة منذ العشرينات وعنده ثقافة عالية جدا في كل خفة ظل أول ما بدأ يكتب معنا في المجلة بعت المقالة بدون صورة فبعت له يا استاذ ابعت لنا صوره شخصيه قال لي ليه قلت له عشان نحطها مع المقاله يا اخي انت عايز توزع ولا مش عايز توزع صورتي انا حط فات الحمامه لا انا عايز كمان اشير الى علاقه كانت شديده الخصوصيه ومحبه خاصه بين الكابتن عبد المجيد نعمان الله. عليه رحمه الله وبين السودان بأكمله كاملا صحيح لأنه مكتبه ما كانش يعني يخلو من سودانيين زائرين له على طول كان هو كان عامل في فترة عندما تدخل البعض عشان هو أهلاوي وبعده عن الصحافة وده سكرتير عام محافظة أسوان أثناء بناء السد فكان تصور كان بيستقبل هناك كلبي لأنه أهلاوي أهلاوي بقول لك كان بيبقى في استقبال كل المثقفين السودانيين اللي جايين
على الحدود على أساس يستضيفهم في أسوان، وكان يحكي لي كثيرا عن هذه القصص. وفي نقطة تانية مهمة جدا، في تلك الفترة أنا كنت مسؤول عن مجلة الأهلي كمدير للتحرير، فكنت أتابع التوزيع بتاع مجلة الأهلي في العالم العربي، لأنه كان في ساعتها القومية للتوزيع اللي توقفت عن هذه القصة الآن بعد ما سيطرت الإعلام الإلكتروني. كان السودان أكبر دولة عربية قارئة لمجلة الأهلي، وكان الكابتن عبد المجيد نعمان يقول لي يعني إن أماكن توزيع الصحف ما هيش يسيرة زي القاهرة، فبيجوا من مناطق بعيدة، لأن طبعا السودان شاسعة، فبيجوا من مناطق بعيدة ويروحوا مشي عشان يلاقوا الجريدة دي، سواء في محطة قطر سواء في محطة أتوبيسات، ويوصل التوزيع لهذا الرقم اللي كان فيه، اللي كان مخليهم الأول في التوزيع العربي. فده عشق للأهلي. وكنت أتلقى بريد القراء، وكان من بينه أعداد كبيرة جدا من السودانيين الأهلوية اللي بيتابعوا الأهلي جدا، ربما كانوا بيتابعوه عشان عارفين إن فيه جرن شطة. هم هناك كذا مرة أروح السودان لما يسألك ويعرف إنك مصري ما يسألكش إلا على جرن شطة، يقول لك شفته وأنت جاي، أنت عندكم جرن شطة. السفير المعتمد. أيوة، جرن شطة. هو في ربط تاريخي بين الاهلي والهلال والزمالك والمريخي؟ يعني التصنيفه دي موجوده في السودان ولا دي هنا بس؟ احكيها لك كده باختصار شديد جدا. انت عارف سليمان فارس سنه 54، ايوه، الامير عبد الله فيصل جابه من جده للنادي الاهلي. ايوه، وسليمان فارس طبعا كان نجبر جدا، نجبر كبير جدا، كان اعظم اللاعب هذه في هذا المركز عبر التاريخ، وكان يعني في الهلال، وكان يعني لما اعتزل درب الهلال والتحرير النادي بتاعي، ودرب كل الانديه هي في السودان. سليمان فارس ده من الخمسينات بقى استقطب يعني سورين اسكندريان وكوركين اسكندريان الصحفيين الرياضيين في ذلك الوقت، وكانوا بيجوا من السودان لمصر عشان يتفرجوا على سليمان فارس في الخمسينات. فبالتالي ارتبطت برضو كمان الهلال، لأن سورين اسكندريان كان برضو عضو في مجلس نادي الهلال، وكوركين ده أخوه كبير برضو، كانوا الاثنين حقيقة يعني أرمن موجودين في السودان وتولدوا هناك. فدي خلت الهلال ارتبط بالأهلي في تلك الفترة، يعني الخمسينات دي الفترة الأولى. بعد كده بقى ايه، جينا بقى استكملنا الموضوع، ابراهيم كبير، امين زكي، جه بعد كده يوسف. اسامه يوسف، اسامه يوسف طبعا كان مريخ، بس اسامه يوسف عموما جه لعب معانا هنا، كان من السودان يعني من السودان. انا قصدي انت بتقول بالهلالي اللي لعب الهلالاب، بيسموها الهلالاب عندنا، نقول هلالاب ومريخاب هنا، اهلي واهلاويه وزملكاويه. ترمينولوجي يعني. وبعد كده طبعا يعني في لاعبين طبعا، عمر النور وسمير محمد علي لما جم في الستينات، خلي بالك دي الفتره الزمالك فيها قوي. الاهلي كان وقتها بتاعد من 64 ل 69 70، الفتره دي الزمالك شويه فيه يعني عمر النور، كان في مجموعه في الترسانه، الترسانه بعد الخير وحمدت وادم والناس دي كانوا سودانيين، بس دول جم بدري شويه، جم في الاربعينات واوائل الخمسينات. بعد كده طبعا اللي جيت انا بعد كده، وجي مصطفى النجر لو فاكره، وجي بعد كده عماد خوجلي، كل الناس دي كلها عماد راح السعوديه اهلي جده مع امين دابو، ومصطفى النجر راح للنصر. فيعني انا بقول الفتره دي هي اللي خلت الاهلي مع الهلال والزمالك مع المريخ، سمير محمد علي وعمر النور الحقيقه ونوح ادم. خلي بالك على المجموعه الكبيره اللي اتلعبت في انما الان يبدو كان حصل تبديل سويتش، لكن ده على مستوى المسؤولين، لكن اعتقد على مستوى القاعده الجماهيريه ربما يكون المساله متجذره. يعني اللي انا عايز اقوله، انا مش من الناس اللي بيفرحوا قوي بالمتاجره ان فلان اهلاوي والفنان مش عارف مين زملكاوي والفنان مين اهلاوي، لان الحقيقه الكيانات الكبيره يعني هي بتبقى موجوده وينتمي اليها المشجعون من النموذج اللي بيحبوه، اللي بيحب النموذج مش عارف 1 2 3 بيروح للأهلي، اللي بيحب النموذج المخالف بيروح لغيره. لكن أنا كل اللي يعنيني أن في الآخر أن المسألة طول عمرها زمان، وينبغي أنها تكون دلوقتي على نفس النسق، كانت كرة قدم ولا شيء غير كرة القدم، وأن المسؤولين تملي كانوا بيبعدوا شوية عن حتة أنهم هم اللي بيوقدوا شرارة الموضوع.
نتمنى ان تعود الامور دي، ترى انه هذا ممكن يعني؟ انا بالنسبه لي الامور الان هي النادي الاهلي استقبل بعثه النادي الهلال استقبال قوي جدا، راحوا المنطقه، راحوا المطار واستقبلوهم، وهي يعني ما فيش اي حاجه تدعو للقلق. وكانوا طبعا يعني بعض الصحفيين وقدموا شكوى عن طريق طبعا مجلس اداره نادي الهلال للاتحاد الافريقي، الصوره اتنقلت لهم من هنا غلط، الصوره اتنقلت لهم غلط، لانه في ناس طبعا بيقول لك بيشوشروا وعايزين يعملوا مش، لكن الان وضحت الرؤيه وكل حاجه متيسره، وكل طبعا يعني نادي الهلال قاعد وسط اهله، وبعدين في طبعا السفاره السودانيه مع المسؤولين في النادي الاهلي، مع كل حاجه متيسره جدا اليوم، ما فيش اي مشاكل باذن الله، ويعدي الامر على هذا النحو مهما كان فيه من كثافة جماهيرية هنا أو هناك، إن في الآخر الأمور تمشي بالشكل اللي نتمناه لصالح الكرة المصرية ولصالح الكرة السودانية. مين يعني يبقى مبسوط من عقوبات بتفرض على ملعب الهلال بهذا المنظر بأن مدة طويلة؟ وانت من زمان كنت وردتنا خطاب بيقول إن في أسباب لدى الكاف ملهاش علاقه بالنادي الاهلي، طبعا ده حاجه مضحكه ان يزج باسم النادي الاهلي في الامر، لان لا الاهلي لا اشتكى ولا عمل اي حاجه. هو بيقول لك الاهلي هو الطفل المدلل للاتحاد الافريقي، برغم انه الاهلي ظلم لما لعب نهائي بطوله افريقيا في المغرب، في المغرب، ودي يعني لو انت مدلل كان ممكن تنقلها في مكان اخر. ولكن انا بقول الحقيقه المقاله دي بتوري انه لازم النادي الهلال كنادي كبير من اكبر الانديه في السودان، اذا ما كانش يعني يعتبر الاكثر شعبيه، لازم يوفر ملعب باضاءه كافيه بدخول جماهير، عشان في اسباب يعني في اسباب لنا في اسباب مش عايزين نخوض فيها تخص النادي الهلال، هو قادر على انه باذن الله يتجاوز هذا الامر ويحل المشكله دي، ولكن كل اللي يعنينا ان الاهلي لا شان له بهذا الامر. وعمليه الزج بالنادي الاهلي، انا شايف بعض الاقلام هنا حتى في السوشيال ميديا يا استاذ ابراهيم. طيب يعني استاذ حامد، يعني الجمهور عدد كبير حاضر، وطبعا في ضوابط، نعم، واحنا انتوا اصوات اهلاويه بتصل للجمهور بشكل مباشر، ايه المطلوب من الجمهور في هذا الحضور الكبير في مباراه مهمه في توقيت كمان اكثر اهميه؟ ان يضع الجمهور في اعتباره انه لا احد من بين لاعبي الفريقين ولا حتى المسؤولين ولا الاجهزه الفنيه ابدا يهم سوى أن يقدم مباراة كرة القدم تليق باسم الأهلي والهلال اللذين شاركا من قبل في المباراة النهائية، وكانت مباراة لعب فيها الكابتن الخطيب ربع ساعة 87 كانت آخر ما لعب آخر ماتش ليها، وكانت مباراة قوية جدا وانتهت 2-1. يفهموا أنه أي حد بيحاول أن يثير أي خيوط للفتنة هو يبحث عن مصلحة شخصية لا علاقة للجماهير بها، يعني هو مصلحة النادي الأهلي إيه؟ فيبقى إيه؟ لا نعطي الفرصة لأحد أبدا أن يضر الأهلي، أن يضر إذا كنت بتحب الأهلي، إذا كنت بتحب الأهلي ما تضروش، ما تضروش أيا كانت النتائج. ما هي ليه؟ لأن إحنا بندور على مستقبل، مش اللحظه دي. باذن الله الاهلي يحقق اهدافه، باذن الله يكون الجمهور هو العنصر الذي المحفز الذي يطلق الطاقات الايجابيه لدى اللاعبين ويديها الثقه بدون ان يوترهم ايضا، لان ما انت ممكن تستعجلني وتقعد تضغط عليك. لا انا اللي اخشاه بس انه ايه، يندس البعض فيخرج لوحه من هنا يقول هتافا من هناك، الجمهور يتصدى له بقى، فيكون الرد عليه. لا لا لا، الجمهور يتصدى، لا خالص، الاستقبال كل شيء بهدوء وترك النتيجة للملعب، شجع فريقك كما تشاء دون أبدا أي خطأ في الفريق المنافس أو جمهور الفريق المنافس، لأن هذا المنافس اسمه الهلال السوداني والأهلي المصري، والسودان ومصر واحد، ده دي وحدة وادي النيل. أنا اليوم نشرت على صفحتي بيان من المثقفين في مصر بيقول إنها مجرد مباراة في كرة القدم وتبقى وحدة وادي النيل، وموقع عليه، وكل لحظة بيزيد عدد الموقعين عليه من مثقفين وصحفيين ورياضيين وإعلاميين، ويعني من كل الطوائف في مصر، الكل
الكل حريص اولا على مصر والسودان. طبعا طبعا الكيان الكبير ده اللي هو بينه ونيل كلنا بنشرب منه. صحيح. لكن انه البعض، وانا مش عايز اقول اكتر من كده، يحاول ان يدس انفه الخبيثة لاشعال فتنة هنا او هنا، انا اظن انه الجماهير هتكون مشغولة في طعام الافطار، خصوصا ان انا عرفت انه في مبادرات كتيرة وفي كنافة وقطايف هتبقى موجودة في المدرجات، فهينشغلوا ثم يبدأ نزول الفريقين فندخل في المباراة، ولن ينجح احد في ان يعكر او يسمم صفو العلاقة القوية جدا التاريخية. طب نتكلم مباراة بقى، نتكلم كورة بقى. انت قلت اي مباراة في كرة القدم ليها ثلاث نتائج، الا دي ليها اربع نتائج. اقول لك ازاي؟ نعم. انك قد تفوز ولا تحقق الهدف، لا قدر الله. انت بتقول فوز، هزيمة، تعادل. تعادل، نعم. او فوز لا يحقق الهدف. ما هو الفوز الذي لا يحقق الهدف يا كابتن الشطة؟ لو الاهلي كسب 2-1، لو كسبت 1-0 تصعد. تصعد. اذا دخل فيك اي جون محتاج فرق جولين، تكسب 3-1 4-2 5-3 لازم فرق جولين، لكن 1-0 يدخلك. اذا هناك نتيجه رابعه لا نتمناها، ان تحقق الفوز ولا تحقق الهدف الاستراتيجي. هدف الاستراتيجي التأهل، كنا نتمنى ان يتأهل الناديين، لكن ليتنا نستطيع. هذا هو، هذه امنيتي المستحيله كان في البدايه. لكن انا اريد لكن ان اقول شيئا اخر بقى تعليقا على هذا الموضوع. انا من هؤلاء الذين يقتنعون تمام الاقتناع ان الفوز في كرة القدم يدخل في نطاق الرزق، والرزق من الله، وبالتالي بشرط السعي. نعم، أنت تسعى بالأسباب التي تملكها، والتوفيق من عند الله، المشيئة هذه إرادة. أنا أريد أن أفوز، هذه إرادة لمخلوق، أهم ما فيها إنفاذها. وإنفاذ الإرادة هو المعنى في اللغوي لمشيئة، والمشيئة الله سبحانه وتعالى قال وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، يشاء الله رب العالمين، أن يشاء الله. وقال ولا تقولن لشيء فاعل ذلك إني غدا، فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالفوز مشيئة، وعكسها أيضا مشيئة الله، فنحن راضون بمشيئة الله، وعلينا أن نسعى، علينا أن نسعى. لكن علينا أن نسعى، وعلينا أن نطلع لفاصل الآن، وبعد الفاصل نتواصل مع كابتن شطة والأستاذ حامد عزيز. ماشي، كل ما أجي أسأل شطة حسب الهدف. رجعنا لكم تاني، وكنت عايز بس أسأل زميلي وعزيزي إبراهيم المنيسي، لأن أنا جالي شعور متفائل كده من الرسالة التي وجهها الكابتن الخطيب في النيريشن الصغير اللي اتعمل ده، وكأنها رسالة طمأنا على صحته. يا استاذ ابراهيم، صحيح، طمنا على صحه الكابتن. صحيح، الكابتن الخطيب الحمد لله صحته بتتحسن يوم بعد اخر. القصه كلها كانت باديه من كاس العالم للانديه واحنا في المغرب، لو تذكر يا باشمهندس، كان الكابتن الخطيب تعرض لوعكه صحيه سبب بعد كده ان هي كانت فيروس كورونا، خضع للعزل وللعلاج لفتره بعد ما شفي، والحمد لله. يمكن ضغط العمل واضطراره للسفر لأسوان ثم في أكثر من جولة، ومع ظروف النادي والضغوط الكتيرة، بدأ يشكو برضو من التهاب رئوي. من 4-5 أيام تعرض لدور برد شديد جدا، الدكاترة شافوا ان ده التهاب رئوي ربما من تبعات فيروس كورونا اللي كان أصيب بيه في المغرب الشهر الماضي. هو فضل يكح من يومين لحد دلوقتي، ففضلت الآثار موجودة الحقيقة، وهو في البيت خاضع للعلاج بشكل مكثف. نصحوا الاطباء بالافطار، فطر يوم بس اول امبارح، لكن امبارح والنهارده صمم ان هو يصوم، وبيتبع كورس العلاج بشكل منتظم جدا. حالته الحمد لله في تحسن مستمر، لكن اعتقد يا باشمهندس على ذكر الاهلي والهلال، كابتن خطيب كان له موقف لما تراس البعثه اللي فاتت يا كابتن شطه، وحصل اللي حصل في السودان، وهو رفض تماما ان يشكو الهلال، وقال ان احنا
كانوا واعدين ان هم هيبقى في تكريم للخطيب، تم تكريمه، واعتقد نجوم الكره القديمه ده اللي في الموسم الماضي. فانحاز تماما الى العلاقه مع الهلال والعلاقه مع السودان عموما. اللي الناس يمكن الاجيال الجديده في الكوره ما تذكرش انه اخر مباراه يلعبها الكابتن الخطيب واخر فريق يلعب ضده الكابتن محمود الخطيب كان الهلال السوداني، وكان الهلال هو من شارك في تكريم الكابتن محمود الخطيب واعتزال الكرة في 18/12/87 آخر ما لمس فيه محمود الخطيب الكرة أمام نادي الهلال. لقطات كانت مهمة جدا هنفكر حضراتكم بجانب منها، ثم نتحدث عن علاقة نجوم الكرة بين مصر والسودان مع الكابتن شطر. يخرج أيمن شوقي وينزل محمود الخطيب. 49 ماتش افريقي محمود الخطيب و37 جول جايبهم محمود الخطيب للنادي الاهلي في مشواره الافريقي، وما زال هداف البطوله دي جايب 5 اجوال لغايه دلوقتي. يكلموا جيف باتلر جاب 3 اجوال، فيلي بارتس بطل كينيا عمل هاتريك لما الاهلي كسب 6-0، وجاب جول عظيم اخر جول جابه في كوتوكو لما كسبنا 2-0 في الدور قبل النهائي الجول الاولاني لما خدها مباشر. خرج ايمن شوقي ونزل محمود الخطيب. مجدي مرجان والثعلبه بيطلعوها بره اوت وتتلعب من حسام حسن للخطيب والخطيب والخطيب الخطيب والخطيب وبيلعب كره بالعقل لعلامه يهوب. اي كره الخطيب طبعا ليه شعبيه كبيره، الناس بتحبه لانه عمل تاريخ الحقيقه الخطيب. ومعاه ابراهيم حسن ياخدها ابراهيم حسن للخطيب، خطيب خلصها كويس من تنجا خطيب ولعبها بيلعبها تخوض مع طاهر وتروح للخطيب وتروح للخطيب والخطيب بيلعب الكره العرضيه وتعدي لاسامة عرابي انما يلحقها قبليه. سلام يا طارق. على ميهوب 14 محمود الخطيب كابتن الاهلي دلوقتي محمود الخطيب بعد ما نزل. يا سلام الكره حلوه لعلى ولا براسيو انما يوري ياخد. يا سلام يا خطيب يا سلام يا خطيب، لمحه حلوه وقفها وبالمسطره وبالمقاس شيبينج عملها من فوق مجدي من فوق طارق العلاء انما يوري ياخد. وهذا الخطيب تاني لمسات لمسات حلوه، صحيح الجهد قليل شويه انما يعني الكره الحلوه حلوه. يا سلام يا سلام كل كره اللي الخطيب بيمضي عليها بيبقى لها شكل. محمود الخطيب وسام عربي محمود الخطيب محمود الخطيب بالعالي وسام وسام حسن وسام حسن. يا سلام يا سلام يا خطيب. الناس 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 هنا ما تصوروش مشاعرها قد ايه مع محمود الخطيب. كل كره محمود الخطيب عمل شكل كبير للفرقه. وطاهر وتتلعب لعلاء ميهوب وسام عرابي وطاهر ابو زيد وبيشوط طاهر ابو زيد كورتين حلوين عاملها واحده لعلاء ميهوب واحده لحسام. 50 40 دقيقه و2 0 اهلي. خطيب يا سلام يا خطيب خطيب لمسات حلوه والله والكره تعتبر جزء من جسمه وقفها زي ما عاوز. يا سلام يا سلام شوف رقص الراجل ازاي دفع الله حمد دفع الله ولعبها لعلاء ميهوب. انما الجيم حلو قوي في العشر دقايق الاخرين لما نزل محمود الخطيب انما رقص الراجل الخطيب عارف بيعمل ايه ومهارات وفيك الكينج محمود الخطيب ما فيش كلام. وبيلعبها لمحمود الخطيب بينقي اماكن كويسه محمود الخطيب ماشي الخطيب يا سلام بكعبه لاسامة عرابي عاوز يسعد الناس دي بقى وعلاء ميهوب وطاهر ابو زيد ما فيش حد احسن من حد. كعب الخطيب بقى كعب الطاهر وحمد ابو راضي وحسام حسن ترقيصه حلوه وعاوز يلعب الخطيب فعلا لعبها الخطيب والخطيب بيلعبها لطاهر وطاهر عاوز يشوط وبيشوط تعمل بند انما في ايديور في ايديور. علاء ميهوب طاهر ابو زيد طاهر ابو زيد محمود الخطيب محمود الخطيب بيرقص وعلاء ميهوب للخطيب. يا سلام تابلو من تابلوهات الخطيب ولحسام حسن يا سلام يا خطيب. وطارق وطارق ال 16 صبحي ربع ساعة حلوة حلوة الخطيب بيقسم جوه الملعب ويصفر فعلا محمد لراش عشان ينهي اللقاء التاريخي للنادي الأهلي بين النادي الأهلي وبين الهلال السوداني في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري 23 ويفوز النادي الأهلي على شقيقه وزميله وتوأمه نادي الهلال 2-0. بنقول مبروك للنادي الأهلي هذا الفوز وبكده كملت بطولاتك إلى 5 بطولات إفريقية وإنجاز كبير، 3 للأندية أبطال الكؤوس ومرتين للأندية أبطال الدوري. الخطيب
كابتن تيم النادي الاهلي بيحيي الجماهير الغفيره اللي جت تشجع الاهلي النهارده وتشجعه في الثلث ساعه الاخرانيه. شايل علم النادي الاهلي الخطيب لعب. اذا يعني ربنا يمتعه بالصحه الكابتن. كنت تذكرني ان الكابتن الخطيب ذهب لحضور مباراه اعتزال واحد من السودان. انا طبعا يعني الارشيف مش فاكر اسم الارشيف. كمال عبد الوهاب. كمال عبد الوهاب ووجوده في الملعب وهو بلبسه العادي يعني. فالجماهير قعدت تهتف بيبو بيبو. ايوه كان هو الهجوم. فاضطر ان هو ينزل ويلف الملعب عشان يرد تحيه الملايين من الجمهور السوداني اللي ما لم يتوقف عن النداء على بيبو. فهو انبص لكمال عبد الوهاب وقال لهم ده المكرم كرموا هذا. فكانت يعني لا يعني هو له جمهوره في كل مكان وحرصه على انه يتواصل مع النجوم المحترمه الكبيره وخصوصا لما بيبقى في دوله شقيقه زي مع نادي طول عمره بتربطنا به يعني رابط خاصه زي نادي الهلال. احنا ليه بنذكر كل الكلام ده يا جماعه؟ لان دي ده الاساس. دي الطبيعه. ما يحدث مش طبيعي وعايزين ناخده في هذا الاطار وعايزين نرجعه الى طبيعته. لان في ناس بتحاول تستدرجنا جميعا هنا وهناك ان تعمق عشان هم اللي يستفيدوا مش عشان لا الهلال يستفيد ولا الاهلي يستفيد ولا مصر تستفيد ولا السودان تستفيد. كلنا لازم نبقى عندنا هذا الادراك وهذا الوعي ونكون مسؤولين. صحيين يا كابتن. لازم نبقى صحيين يا باشمهندس. وباذن الله جمهور الاهلي لازم يبقى صاحي وباذن الله مش هندي فرصه لحد ياخد سلبيه علينا. هناك تضيع مره أولا. اخرى من يحاول انه يدس السم في مياه مش بس السم العلاقه بين انا عايز اقول لك الاهلي والهلال او مصر والسودان. انا لو انا مسؤول لازم افكر بالطريقه دي. انت ممكن جدا حد لما انت بتقول كده يحاول يستفز عشان تاتي بتصرف ربما الملعب ما يحللكش المشكله ولكن التصرف ده هو اللي يحلها لك. انك تدي فرصه لحد يشتكيك يتلكك يعمل حاجه قد تسيء الى الموقف بشكل يضر مصالح النادي الاهلي. عايزين نبقى من زاويه حريصين على اشقائنا وحريصين على العلاقه ومن زاويه اخرى حريصين على مصالحنا ايضا الا يستدرجنا احد لتصرف زي كده. كنت عايز اسالك بقى سؤال. المدارس الاداريه وانت تمرست في العمل الاداري والفني كمان والفني ما هو الفني ده طبيعي لكن الاداري حتى بخبراتك في الاتحاد الافريقي في مدارس تقول لك لما تيجي تحفز فرقتك او تيجي تلعب ماتش مهم يا اما تعيش اجواء طبيعيه مع انك انت تهتم بالتفاصيل الفنيه ولكن لا تضغط على فريقك اكثر من اللازم عشان ما توتروش كمسؤول. ومدرسه ثانيه تقول لك لا خد فريقك اعزله عن كل ما يحيط به. انا 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 يعني شفت ان مجموعه من الاجراءات بجد عجبني يعني وجهه نظر المسؤولين عن نادي الهلال انه منعين الاتصال خالص عاذلين فرقتهم خالص عن اي اجواء خارجيه لا تليفونات ولا تلفزيونات ولا وسائل صحف واعلام ولا صحفيين في الفندق رقابه صارمه على الاكل يعني قافلين على التمرين قافلين على فرقته. لا الفرقه تعرف ماذا يحدث في الخارج ولا الخارج يدري ماذا يحدث داخل فريقه. ومدرسه ثانيه وانت ماشي بتحفز فرقتك لكن بتعيش اجواء برضو طبيعيه. انت معاني مدرسه؟ انا مع المدرسه الوسطيه انك انت ما تحفزش زياده قوي لان المباراه في حد ذاتها اهميتها مش انا مش لازم اللعيب يبقى مدرك. يعني لو انا مثلا مدرب مش قوي اللعيب ده ماتش مهم اصل لازم نكسب 1-0 لا كل الامور الخاصه بالمباراه كلاعب كره لازم يكون عندك كل
معلومات الكافيه عنها. الحاجه الثانيه ان انا احفزك ازاي؟ احفزك انك انت تنزل هذه المباراه وانت يعني عندك كل الامور الخاصه بالموتيفيشنز والدوافع اللي عندك دي، تنزل عشان تلعب كره قدم، وبعدين ايه لا تتهاون، تبذل اقصى ما عندك. أيوة. تعطي اكثر ما عندك، تنضبط جدا وتنضبط في كل حاجه، وتكون برضو كمان ملتزم بالخطه بتاعت المدرب. كل الحاجات دي ما بقاش اوفر يعني اوفر دوز ليهم، وما بقاش اندر دوز، اخليهم دايما في حاله وسطيه. لكن كل لاعب عارف قدر هذه المباراه واهميتها، كل لاعب بيحس انه هذه المباراه مهمه ونتيجتها حاسمه، فبالتالي انت مش محتاج انك انت تعمل اوفر للدوافع اللي عندهم، خليهم بقى ايه يعيشوا في جو هادي زي ما قلت. وكابتن الجوهري كان بيعمل كده، كان يمنع التليفونات والتلفزيونات، كان بيشيل الفيشه بتاعت الدش والغرف وقتها، كان ويمنع اللي هو الموجود دلوقتي، هيمنع الواي فاي من ال من من الفندق، وهيمنع التشويش على المنطقه. بس دي كانت مدرسه، ناس هتيجي تقول لك حقق الجوهري منها نجاحات مبهره. نيجي للكابتن حسن شحاته، ما كانش بيعمل كده وحقق نجاحات مبهره. طبعا نجاحات مبهره، بس مدرسه حسن شحاته تختلف عن الجوهري. ليه كابتن حسن شحاته؟ انا بقول لك تختلف. كان هادي، ما كانش زي الجوهري. الجوهري كان برضه عصبي. كابتن الجوهري برغم انه كان ما يبديش عليه العصبيه، لكن لما كان يتحدث كان بيتحدث بعصبيه شديده جدا، لكن حماس دافق. حماسه بيوري اللاعب مدى اهميه المباراه بالنسبه له من خلال كلامه. كان يقول لي انا بجيب صوره اللعيب اللي هيلاعبه، يعني الباك يجيب له الوينج اللي هيلعب عليه، واحط له الصوره بتاعته في التسريحه عشان يتعود عليه، عايش اسبوع بيشوفه وبيتسرح وبيلبس يعني. فهو كان عنده طقوس في التدريب زي ما بيقول كده. طبعا عندنا ميزه هنا، هي كولر المدرب بتاعنا ده عنده هدوء، وعنده برضه فكر كويس قوي، بيحاول من خلاله انه انا متاكد تماما ان اللعيبه بتحس بيه ان هو هادي، لكن من جواه حاسم، عنده حسم شديد جدا، وبياخد قرارات ممكن اي لعيب بيعرف تماما انه لو اخطا القرارات واضحه جدا بالنسبه له، فدي بتخلي اللعيب اكثر التزاما في الملعب، ودي حاجه كويسه جدا. بيهمه الالتزام التكتيكي. يعني بالتاكيد. وبعدين عنده كمان يعني ما بينفعلش قوي، لكن عنده كل حاجته دارسها وحاطط كل الاحتمالات موجوده. لا انا هو الدراسه والتفاصيل دي يا استاذ حامد احنا عشناها معاه وشفناها. يعني حتى هو في الطياره ما فيش ثانيه بيضيعها، اللابتوب مفتوح على طول، وبيدرس وبيقرا وبيكتب وبيعمل فهو الراجل يعني ربنا يوفقه، وربنا برضه يخلي اللعيبه مش محتاجين زي ما انت بتقول يتقال لهم ركزوا. التركيز يعني افصل نفسك عما يحدث في الخارج من نفسك كده. اصعب حاجه تحفز لاعب في مباراه ضعيفه، لانه بيتهاون من نفسه، المباراه ضعيفه، عشان ترفع من قمه الموتيفيشن والدوافع بتاعته اصعب حاجه على المدرب. طيب ودي حصلت اكتر من مره في اكتر من تحفيز اللعيبه يا استاذ حامد واعدادهم نفسيا. النادي الاهلي اخذ قرار في الفتره اللي فاتت بتعيين او اضافه معد نفسي وذهني الدكتور احمد ابو الوفا للجهاز الفني في مهمه التاهيل النفسي للعيبه في مثل هذه المباريات. رايك في الخطوه ورايك في دور التاهيل النفسي مع اللعيبه في الجيل الحالي؟ لا يوجد فريق كبير ما فيش ضمن الجهاز بتاعه الطبي معد نفسي او طبيب نفسي، على اساس انه هو بيبقى أكتر من واحد. لا ما اللي هي الكلام اللي كان بيتكلم فيه الباشمهندس انه اللعيبه تبقى متوتره قوي او مش متوتره خالص، دي هو بيبقى حاسس بيها ويعرف يتعامل معاها. وخصوصا في اختلاف طبيعه كل لاعب، عارف مفاتيح كل واحد. انا بس مساله السوشيال ميديا دي الحقيقه انا اتمنى مخلصا انه الكابتن سيد عبد الحفيظ يوقف الواي فاي في الفندق، اي علاقه بين اللاعبين وبين السوشيال ميديا، لانه الحقيقه هلا بس ممكن النت يبقى على التليفون، ممكن على التليفون على الداتا. نعم لو قفل الواي فاي في الداتا. هو عموما هو فاضي اليوم ان شاء الله اليوم. لا حتى انا ليه؟ لانه في ناس يعني في حاجات ممكن تخلي اللعيب يستفز فعلا، وانا يعني انا مش يعني كيف نتعامل معاه؟ انه احنا عندنا الان تقريبا 100 مليون عبد المجيد نعمان وناصف سليم ونجيب المسكاوي، يعني انتماءاتهم المختلفه. لا زمان كان الناس بتيجي تقف تحت الاهرام وتحت الاخبار
ويقولوا له اكتب اكتب يا نعمان عن الاهلي بتاع زمان ويستنوا المطبعه تطلع لنجيب المسكاوي او عبد الرحمن فهمي او حمدي النحاس او مستنيين عشان يقول لهم هو الاهلي كان كويس بدرجه كام، مستنيين الدرجات بتاعت اللعيبه. ليه؟ لان دول ناس خبراء، ناس لعبوا، ناس بيفهموا. الان كل واحد بيتطوع هو ويتصرف كما لو كان الخبير الاول والمعد النفسي الاول ومدير الكره الاول، فبيقول كلام في كل مجال، والسياسي الاول وال ايوه طبعا دي قصه مقبوله في حدود ابداء الراي، ولكن فرض الراي والقسوه والاقلال من راي اللي قدامه والاقلال من مستوى اللاعب لانه ما ادالوش اللي هو عايزه والخروج عن كل واحد عايز حاجه في لعيب، يعني اللي بيحب الترئيس عايزه اللعيب المهاري، اللي بيحب التهديف عايز اللعيب، يعني طبعا النجم الكويس يبقى عنده كل المهارات دي، ولكن وفي ناس بقى بتبقى داخله عشان تحطم لعيبه ودي ما انتش عارف انتمائها. في لجان، لا في لجان، في لجان مدفوعه، في لجان مدفوعه. كنت قبل وانا حكيت من معاك وهنا على الـ على الـ على التليفون في اتصال تليفوني قصه لحد ملوش علاقه باي حاجه واصبح هو مهمته الضرب في النادي الاهلي، الضرب في كيان النادي الاهلي، الضرب في استقرار النادي الاهلي. لسه كنت بقول هو كان في جروب لفت نظري بقاله 10 ايام والحمد لله ان هو بيعلن على انه كاره للاهلي، يعني هو مش بس بيكتب كميه من الاكاذيب والاحداث المغلوطه والاستفزاز غريبه. ما عشان كده انت بقى لو نسخت في 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 الرد على الكلام ده لا لا هينفتك عن مهمتك الرئيسيه. صحيح، بس هي القضيه انه الى ان يصبح هذا الموضوع مفهوما لدى الجميع فعلينا ان نتجاهل. طب علينا نعمل حاجه بقى، انت بقى اللي جرجرتني عشان ازنقك في الحته دي. اليس وقد سمعنا من الوزير والمجلس الاعلى للاعلام رقابه الاداء الاعلامي انه هيكون في رقابه لهذه الظواهر وهذه المجاميع، وابتدوا فعلا رصدوا بعض حاجات وتصدوا للبعض، الم يأن الاوان ان يبقى في موقف صارم بشكل مستمر يطهر الـ صعب جدا 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 جدا. لماذا؟ قول لي لماذا. لانه انا اما يبقى الموقع او السوشيال ميديا بتاعت فيسبوك بتاع الاهرام، الاخبار اليوم، الجمهوريه، يعني حاجه كيانات مؤسسه تقدر تحط ايدك عليها انا اقدر اتكلم، لكن انت بتلاقي واحد بيقول لك ايه الاسد المرعب. الاسد المرعب ده مين؟ طب انا اجيب له بتاع، تلاقي في حاجات يعني ملوش عنوان يمكن ضبطها يا اسحام، يعني هتضبطها ازاي؟ صعبه جدا يا استاذ ابراهيم. من خلال التليفون اللي تاسس عليه الاكونت ده ايه؟ وساعات بياخد تليفونات ابراهيم وتليفونات المهندس عدلي ويعمل بيه ده بيعمله قصه كبيره جدا. انا عندي فكره كويسه عن التكنولوجيا، وطبعا الباشمهندس يا اخويا قول لنا مهندس تكنولوجيا بس هو مش فاضي يتابع. والدليل ان انا قعدت اقول له على حاجات من متابعاتي اتضح انها مش واصله له. الموضوع صعب جدا، صعب جدا. انا بقول عندما اتعامل يعني مع مؤسسه ده هياخدنا ولا في فرنسا ولا في امريكا ولا في المانيا ولا في استراليا ولا حد بس عارف يسيطر، بس في حد بالحاح بيبقى واضح. يعني بص الخروج يعني بيبقى في برامج تلفزيونيه ما لا دي قصه ثانيه، دول بالياتشوهات الرئيس العربي. لا ده غير بقى البرامج للحقيقه اللي على الوسائل دي اللي انا مستغرب لها، يعني والاستضافات اللي احيانا بتجاهر بكراهيه النادي الفلاني وكانه فخر وانا هروح البس فانيله النادي المنافس واتمنى هزيمه كلام ده. ما هو هي يعني دي سببها انه انتهاك القانون المنشئ للمدينة الحرة للإنتاج الإعلامي الذي يتطلب على من يريد أنه هو يحصل على رخصة بث
انه يقدم. طب ما تخدتنا الحته اهو. ما ده هو دي. سيبك من يقدم، طب وانا براقب هذه البرامج مش امنع هذا الاسلوب اللي هو كل همه اللعب على مشاعر سلبيه للجماهير هنا او هناك واكتساب ارضيه سلبيه. ان كان احد الجهله كان يلعب كره ذات يوم وبعدين جه يعرف نفسه ان هو جوارديولا ف وانت سمحت له، لا انا اقول له ده بيشتغل ايه؟ هل هناك ده لا توجد في العالم كله تعاقد مع واحد ان هو ضيف دائم في حاجه زي ما كده؟ ما هو يا اما انت معلق يا اما انت محلل يا اما انت مذيع. وهو مقبول لو ضيف دائم اعمل له عقد بفلوس. ضيف دائم يعني ايه؟ عشان ايه؟ اخلي بال حضرتك هو لا معاه شهاده. معلش استاذ حامد، انت رحت لمست واحد خد سكه وعمل لنفسه لون، بس خلينا انا بكلمك على ظاهره انك تيجي تسب نادي هو ما بي يعني انا مش بدافع عنه، ولو ان انا لا اتفق في كثير مما يعني مش ضروري اتفق معاه في الراي، بالعكس انا لا اختلف معك، ولكنه هو ما بيروحش يشتم في النادي الفلاني او في الـ في الـ في الـ في الـ يعني اقصد اقول ايه، لا ده في ناس تجار كراهيه يعني بالتاجر بتجيب اللعيب اللي بيجاهر بكراهيته عشان يسب النادي ويسب نجومه ويسب أداؤه ويشوه تاريخه ويتبلى عليه، يعني ازاي دي ما تقدرش تمنعها يا استاذ حامد؟ تقدر تمنعها هذا يا طب هنا ما تقدرش انت تقدر، هرجع لك تاني تقول له لا ما ينفعش. ينفع ازاي؟ ما في الميثاق الاعلامي الموجود ده يا كابتن مش كده؟ خلاص من خلال هذا الميثاق الاعلامي لازم تكون في رقابه صارمه لها صلاحيه منع. و ده في ناس بتصدق فقط لانها الافيه بتاعها انها بتكره النادي الفلاني، وهتعمل ايه في يقول لك انا مش انا هستاذنكم بس لان الكابتن الخطيب طلع بيان لجماهير النادي الاهلي في اللحظه ديت، وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الشكر الخالص لكل من سال عنه وحاول الاطمئنان عليه بعد الازمه الصحيه التي تعرض لها خلال الايام الماضيه، وقال انه ممتن لهذه المشاعر النبيله والتي تعكس المعدن الأصيل لكل أبناء وطنه الذي يعتز دوما بتقديرهم وحبهم، وتمنى أن يكون قدم لبلاده وناديه طوال مشواره الرياضي التي تعكس المعدن الأصيل لكل أبناء وطنه الذي يعتز دوما بتقديرهم وحبهم، وتمنى أن يكون قدم لبلاده وناديه طوال مشواره الرياضي ما يستحق عليه كل هذا الثناء الذي يضاعف من رغبته اليومية في تقديم المزيد من الجهد وفاء لبلده وناديه وجماهيره التي طوقت عنقه بكل هذا الحب، وهي النعمة التي يحمد الله عليها. وطمأن رئيس النادي الجميع على صحته مؤكدا أنه بدأ يتعافى تدريجيا بفضل الله سبحانه وتعالى ودعوات المحبين له في هذا الشهر الكريم، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والسلام. وعلى جانب آخر عبر الكابتن محمود الخطيب عن ثقته الكبيرة في لاعب الأهلي وجهازهم الفني في لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت، مؤكدا أن لاعب الأهلي يمتلكون من الكفاءة والخبرة ما يستطيعون به التعامل في مثل هذه المباريات، شريطة التركيز وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وهم قادرون بإذن الله على تحقيق النتيجة التي تسعد جماهير الأهلي الوفية والتي يقع عليها عبء كبير، وأنه واثق في مساندتها للاعبيها من البداية للنهاية حتى يتحقق الهدف المنشود. جزئين، جزء بيقول أنه يعني رأى كثيرا من الحب واللهفة على الاطمئنان عليه وبيشكر كل من سأل عليه، وهذا أمر مطلوب ومحمود الخطيب. لكن الجزء المهم جدا طبعا بعد الاطمئنان على صحة الكابتن محمود الحمد لله، هي الحتة اللي وجهها للعيبة بتعكس أو كبسولة يمكن احنا كلنا كنا عايزين هننهي البرنامج واحنا بنتفق على هذا المعنى يا جماعة، اتكلنا عليها تاني يا أستاذ إبراهيم. على جانب آخر عبر عن ثقته الكبيرة في لاعب الأهلي وجهازهم الفني في لقاء السودان الشقيق يوم السبت، مؤكدا أن لاعب الأهلي يمتلكون من الكفاءة والخبرة
ما يستطيعون به التعامل في مثل هذه المباريات. شريطة التركيز وعدم الاستعجال. أيوة. والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وهم قادرون بإذن الله على تحقيق النتيجة التي تسعد الجماهير. السطرين دول عارف انت ايه الإفيه بتاع كنت هقولها؟ اه، هي تتفق مع نفكر فيه كمجموعة قاعدة هنا. انا متأكد ان ده اللي انت فكرت فيه كابتن شطة وانت كمان، ان احنا مش عايزين استعجال، مش عايزين توتر، عايزين تركيز، عايزين التزام. التزام طول الوقت، هو ده المطلوب من اللعيبة. واللي انت لخصته خد بالأسباب واتركها للمشيئة تنفذ لك ما تطلبه. الأهلي لو شفنا حجم بطولاته سنعرف قدر محبة الله للأهلي والأهلوي. ليه؟ الله مع بتلاقيه واقف مع الأهلي في ظروف صعبة جدا. الراجل داخل يشوط بنالتي، داخل يشوط بنالتي أثر الطاهر دقيقة 90. الطاهر ده أطهر الطاهر كمان. يعني مفيش بعد كده يا أستاذ حامد. أستاذ حامد، كرة القدم وأنت داخل تشوط بنالتي كان حساب لك نتيجة هنا مهمة ضيعتها. أي لا يعني عايز أقول إيه؟ إذا إضاعة ضربات الجزاء قد تكون مؤشرا في بعض الأمراض. طب ما هو إحنا برضه ضيعنا قدام سان داونز مكسب هنا، واخد بالك؟ خليها دي في اطار كره القدم. ما انا خلي بالك، هو انا ما بقولش ان المشيئه تبقى ايجاب ابدا. مشيئه الله هي الحاكمه. ايوه طبعا مشيئه الله هي الحاكمه. يعني احنا ضيعنا ربما كان كون المباراه شديده الاهميه في تحديد من يصعد الى الادوار النهائيه كانت لو ضربتي الجزاء هنا وهناك كانت سبب في ان يعود الجمهور. لو كنا في نفس اللحظه ونفس الموقف. أيوة. يعني انت لو ضربت الجزاء اللي اضاعها محمد هاني واللي اضاعها طاهر الاطهر خلينا تحققتها. سيبك من ده، لكن انا عايز الكلام اللي قاله الجماهير اللي لكن اخر سطرين برضو اللي وجههم للجماهير. نعم. التي يقع عليها عبء كبير. صحيح اللي احنا اتفقنا فيه، اللي احنا متفقين ان دور الجماهير مهم جدا جدا جدا. لا تكن رد فعل لانك لا تعرف من اين اتى الفعل. خليك انت ليك سياستك وداخل بدماغك. بشجع فرقتي، بصبر عليها، بفضل وراها للنفس الاخير كدأب جماهير الاهلي التي كثيرا ما استجابت وناصرتها المشيئه. صحيح. والتي يقع عليها عبء كبير، وانه واثق في مساندتها. واثقين طبعا، الجمهور مش محتاج تحفيز في الحته دي من البدايه للنهايه حتى يتحقق الهدف المنشود. اذا على اللعيبه ان تاخذ بالاسباب لاسعاد الجماهير، وعلى التوفيق من الله سبحانه وتعالى باذن الله يكون في صفهم، وعلى الجماهير المسانده للفريق دون التطرق لاي امور اخرى، لان في الاخر احنا عايزين مصلحه عليا، عايزين مصلحه خاصه للنادي الاهلي، مصلحه عليا للوطن، للمنطقه، للعلاقات اللي بيننا وبين الاشقاء والانديه، ومصلحه خاصه للنادي الاهلي في تجاوز هذا الامر، ثم باذن الله مصلحة خاصة جدا للجماهير الأهلوية أن تستمر وأن يرحب بها باستمرار يا أستاذ إبراهيم. ده صحيح. أستاذ حامد، جمهور الأهلي والكابتن الخطيب بيقول يقع عليها عبء كبير. الحقيقة المسألة مسؤوليتها وعبئها أكبر من مباراة الأهلي والهلال أو يتعدى كده. صحيح. إحنا في بداية مرحلة تستعيد فيها المدرجات حياتها والحيوية المطلوبة فيها. قفزنا من 5000 و10000 بموافقة مشكورة من الجهات الأمنية إلى 50000. النادي الأهلي مقدم على مرحلة كبيرة في التحديات اللي جاية. يعني عايز أقول لك أنه بعد 9 أيام بس من هذه المباراة عنده فاينل الكاس مع بيراميدز يوم 10 إبريل. مباراة بيراميدز مرتبط بها مباراة السوبر المصري، الفائز بها هيلعب الزمالك يوم 5/5 في أبو ظبي. فبالتالي الحضور الجماهيري لإنجاح التجربة يوم السبت يعول عليه كتير في اللي جاي. وهي مسؤولية جمهور النادي الأهلي الذي بإذن الله سيكون نموذجا عاليا في ضبط النفس في مساء السبت. إذا نجحت هذه الخطوة وسوف تنجح بإذن الله، لأني أراهن على وعي جماهيرنا
وعلى شدة حرصهم على مصلحتهم ومصلحة ناديهم ومصلحة بلدهم طبعا، هيتعاونوا مع الأمن، هيوصلوا رسالة حب لناديهم واستيعاب لمفهوم المنافسة والترحيب بالأشقاء. اعمل دورك مع ناديك دون الإساءة لأحد ولا تستدرج، ولكن هذه الخطوة شوف تفاؤلي أنا بقى قد تؤدي إلى السماح بالسعة الكاملة للاستادات بعد كده إن شاء الله. هي الساعة الكاملة لاستاد القاهرة 67,000. أيوة. كويس. إحنا إن شاء الله يعني إن نجحنا في تجربة 50,000 سيكون ما أسهل أنه نسعى إلى الساعة الكاملة لمصلحة ليس الأهلي لكن الرياضة المصرية وكرة القدم المصرية والدوري المصري الذي أرى أنه أصبح في مستوى منافس للدوريات الكبرى في المنطقة العربية وخصوصا الدوري السعودي. دور اللعيبة بقى. أيوة. في الحالة دي يعني دي حافز اليوم قوي جدا عشان يرجعوا الجماهير تاني من خلال أداء مباراة يستمتع بها هذا الجمهور، عشان بعد كده الجمهور برضو يجي لهم تاني وتالت. انت كلاعب يفرق كتير الحضور الكبير؟ تأكيد. انا يعني انا لعبت قدام 100,000. انا لعبت قدام اللي هي التاورز بتاعت بتحس مسؤوليتك على الجمهور. دي بتديني مسؤوليه، فانا بقى دلوقتي عايز الجمهور ده يرجع تاني كلاعب. اعمل ايه؟ لازم اعمل لهم مباراه تليق بهذا الجمهور عشان برضو بعد كده الجمهور يجي وهو سعيد جدا بالنادي الاهلي. كابتن شطه يعني ممكن انت تعمل تصرف تصهين على حاجه في نص الملعب وتتصور انها يعني ايه يعني دي حاجه بسيطه هي التي تسفر على ان يمنى مرماك بهدف لا قدر الله مثلا. انا اتذكر واحد ما كانش بيسيب كورز كده ابدا لانه هو بيقول لك هو سالنا سئل هدي كوتي قال له طيب ما الراجل ده لعيب كوره وبتاع انت كده بتخسره، قال انا بخسر واحد اللي قصادي بيخسر اربعه على فريق ضعف. قال لك غيره بقى لا اي حاجه احكي لي كده سريعا على لا احسن ماتش لعبته ايه يا احسن ماتش قالوا لك انا بس الزمالك 78 لا 4-2 اللي عملته الجمباز انت عملت حته ماتش يا شباب والله انا وصفوت يا كابتن الله يرحمه صحيح احسن اثنين وصباح عبده برضه تسبب في طرد مصباح مصطفى عبده لما نزل مصباح لما رقصه فرح ضارب بس هو كعب مصطفى عبده في الانذار الثاني الانذار الاولاني. أيوة. بس ده احسن مباراه، بس في مباريات كتيره جدا طبعا مع الاتحاد السكندري وبعد كده مع امين دابو في الاسماعيليه مع المنصوره والمنصوره اسمع بقى انت كنت حمى لا اللزقه بتاعت فاروق عفر ما هو بص فاروق عفر قال حاجه في الحقيقه يعني حاجة أنا ما كنتش متوقع يقولها. قال كل ما شطة يضربني وقع يقول يقومني يقول لي فيك حاجة؟ اتعورت؟ كل ما قال كل يضربني وقومني يضربني فاروق عفر دمه خفيف جدا الحقيقة وعمره ما تلفظ معايا بلفظ خارج في الملعب، وكل ما أجي له مثلا من جاي من بعيد يقول لي ها تيجي ولا أجي لك أنا؟ تيجي ولا أجي لك أنا؟ فحقيقة فاروق عفر كان حقيقة مفتاح لعب نادي الزمالك في فترة السبعينات كلها. الحقيقه ربنا وفقنا النادي الاهلي في فتره السبعينات كل المباريات الحقيقه مش من غير معايره يعني ان احنا خدناها كلها وكسبناها كلها في فتره السبعينات ما عدا الماتش بتاع احمد عبد الحليم وابراهيم محمد اللي خدوا كسبونا فيه سنه 80 وانا كنت في السعوديه وقتها. فالحمد لله يعني يعني انت ما خسرتش من الزمالك خلاص زي انت وبركات انا وبركات وصفوت صفوت بطل صفوت بطل 80 كان وقتها السبعينات كلها كان لعيب عبقري ها الله يرحمه كان حقيقه وكان هادي شويه بس كان هادي كتير آه. ده كان مكاوي قول ايه ده رحمه احمد مكاوي ما كان ماسك مدير كوره قول ايه الراجل ده هيجننه كان قلت له انت متعود على 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 ده بيعمل لك السهل الممتنع وكورته سريعه جدا وهو واقف لانه بيفكر قبل ما بتنزل بلمسه واحده بيكون نقلها. لا الحقيقه احنا كان عندنا خط وسط قوي جدا فيه خمس لعيبه كابتن محسن صالح كابتن طاهر الشيخ طبعا مش عايز اكلمك انا ومختار وجماعه ده ملعب العظيم وبعد كده جه محمد عامر طبعا هي يعني كانت مجموعه قويه جدا. محمد عامر الحمد لله صحته بقت الحمد لله كويس انا زرته اول امبارح وكنت معاه الحقيقه بطمن كل الجمهور على محمد عامر واستعاد ثقته وصحته تاني وربنا ان شاء الله ما لحقتش محمد عباس انت
لحقت يا كابتن محمد عباس ده كنت بروح اجيبه من المالي يعني انا كابتن ده تاريخه عندي حبيبي ده لحد دلوقتي بكلمه لحد دلوقتي محمد عباس لا الحقيقه انت وافي لكل المجموعه كان لعيب جبار ها كان يا كابتن عارف كاسحه الغام كان حقيقه كان لما يجري كده يعني بمعيار الاحتراف الحديث ده كان يلعب في اي حته في العالم تحس الهواء اللي بيجري فيه بيجي على دماغك ينطلق كده بس ما كملش للاسف الشديد يعني كان خساره هو وجمال عبد العظيم وجمال لا جمال الاثنين دول كانوا ممكن يروحوا في حته ثانيه جمال عبد العظيم كان حاجه يعني حقيقه اللي ما شافوش جمال لا يمكن يمسك الكوره كده حد ياخدها منه كيانو دي وبيجري ما فيش حد يقرب له وده كان بيلعب تقريبا في القناه مش كده ولا كان فين كان في القناه العرب لا القناه كان هو جاي من القناه جاي من القناه لينا جاي من القناه للاهلي جاي من القناه للاهلي افتكر كويس يا كابتن عدلي سنه 74 وبعد كده راح المقاولين لما راح بعدينا 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 طب اخيرا لان الوقت بيداهمنا رسالتك الاخيره للاهلي اللعيبه والجمهور والجهاز انا لا اعتقد ان لاعبي الاهلي او جهاز الفني للاهلي او جهاز الاداري للاهلي او جماهير الاهلي تاكيدا في حاجه الى نصائح فهي تعلموا الموقف وتعيه جيدا وكلنا نسعى من أجل أن يسعد الأهلوية الأهلوية أعضاء النادي الأهلي الأهلوية أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلوية أعضاء الجمعية العامة اللي هم جماهير الأهلي سعادتهم هي التي تسعدني وكلهم يعرفون واجباتهم بالدقيقة بالتفصيل ولا يحتاجون من أحد أن ينبههم أكثر مما قلناه كابتن شط انا حقيقه بوجه رساله للهلال والاهلي كلاعبين المباراه بتاعتكم داخل الملعب ادوا اللي عليكم اعملوا مباراه تليق بالناديين الكبار وبقول لجماهير الناديين المباراه دي مباراه مهمه جدا لكن تبقى العلاقات وتبقى استمراريه العلاقه بين شعبين حقيقه يربطهم نيل واحد اتمنى وكمان يعني مصاهره وكمان يعني مش عايز اقول انا متجوز مصريه والاف وملايين السودانيين متجوزين مصريات وكمان في مصريين متجوزات سودانيين ولنا اصحابنا لما نروح هناك بيستضيفونا عمار امام وعمار حقيقه الراجل فاتح بيته لاي مصري بيروح قلبه النهارده نشوف فيه ايه فعشان كده عايز الجماهير تحس يعني تشجع وان شاء الله المباراه زي ما قلنا اربع احتمالات الاحتمال المهم جدا انها تخرج كمان بروح رياضيه عاليه وده هي رساله بوجهها للناديين الكبار الاثنين انديه كبار حقيقه من اكبر الانديه في افريقيا عموما الهلال الهلال والاهلي فبالتالي والمريخ والزمالك كمان عشان بس ايه نشوف اطراف الديربي اللي موجوده في ده بالعكس انا شايف المريخ موقفه اكثر قربا للاهلي لا مش قرب يعني مش شاغل دماغه قوي بحته يعني 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 انا مش شايفه تعامل مع الزمالك او مع الاهلي في بالعكس هو حريص اكتر على علاقته بالحساسيات دي كلها ولذلك انا بقول ان دي تصرفات الحساسيات دي قلنا في ناس مزقوقه صح كده انت قلتها مش عايز اقول بقى تفاصيل اكتر من كده ارجوك مش عايز اقول اكتر طيب عنده تفاصيل اكتر بس انا هي اهم من الوقت انا بقول بس اتمنى من المباراه تخرج مباراه كره قدم وهي لحظه فير بلاي لحظة في تاريخ طويل في كرة القدم ممتد للأندية وللبلاد وبإذن الله للمستقبل احنا كأهلوية عايزين طبعا الأهلي يواصل المسيرة الناجحة وينطلق من رحم الصعاب إلى الألقاب والبطولات وهو بإذن الله ما سوف يتحقق أنا عايز أقول كلمة واحدة أن كل الجماهير كل الإعلام صحافة اعلام حتى السوشيال ميديا جروبات الاهلي انا اثق في دورها خلال 48 ساعه وما يليها الفتره الجايه في دعم النادي الاهلي وسيبنا من اختلاف الاراء لان ده طبيعي لكن الفوزو اللي بيخش يخترقنا ويدعي ومنهم ناس واضحه وصريحه انهم مش تبعنا خالص ولكن عايزين ياثروا على الروح المعنويه وده مش هيحصل استاذ ابراهيم إن شاء الله لن يحدث ولن يحدث إلا مزيد من التركيز من لاعبي النادي الأهلي مزيد من التوفيق من قبل الجهاز الفني ومزيد من الالتزام والانضباط والحماسة من جماهير النادي الأهلي حتى يسعد الأهلي إن شاء الله شكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعة وغدا أسرة جديدة والأهلي في رمضان كل سنة وانتم طيبين